اهلا مرحبا بكم على قناة باب كندا. كنشكر جميع من اي بلد بدون استثناء. كنتمنى لكم الخير والتوفيق دائما في هذا المشوار ديال الهجرة الى كندا عبر جميع الطرق القانونية. بلا ما نطول عليكم، هذه الحلقة فيها جوج مواضيع مهمين جدا كيهموا الناس اللي باغين يديروا هذه الاجراءات الهجرة الى كندا. الحصول على عقود عمل مجانية، خاصة الشرط يكون فيك يعني شروط انك تطلب دولة كندا، يعني مصالح هجرة كندية. كاينين جوج الحوايج، كاينين ديستيناسيون كندا تفتحات، يعني الناس اللي كيعرفوا هذه باب من اكبر الابواب الدخول لكندا، هي ديستيناسيون كندا تسجيل، خصكم تسجلوا باش تحصلوا على عقد عمل. لا فيك الشروط يتصلوا بك ويعملوا معك مقابلة، ولا فيك كلشي الاجراءات، نجحتي في المقابلة كيعطوك عقد عمل وكتجي لكندا. هذه اسهل واسرع طريقة بدون منازع، احسن من الدخول السريع اللي كتطلب شروط. دائما كنركز عليها في الحلقات ديالي، شروط شويه ماشي صعبه ولكن صعبه بالنسبه لبعض الناس، لان خص يكون عندك اول حاجه 10,000 12,000 دولار في الحساب البنكي ديالك للفرد الواحد. كنتو جوج خصكم 22 23,000 دولار وهكذا، يعني مساله الفلوس الاموال خصها تكون عندكم، عابش خص يكون عندكم اختبارات اللغه. عقود العمل ما فيش هذا الشرط ديال خص يكون عندك 12,000 دولار 10,000 دولار في الكونت ديالك في الحساب ديالك، زائد الشروط الاخرى زائد اختبارات اللغه. عقود العمل بعض المرات ما كيطلبوش لك اختبار اللغه، سا ديبون على حساب العمل اللي غادي تزاولوا، خاصه كيف غتشوفوا على الشاشه. قلتها دائما هذه السنه وكنكررها، راه كاينه ازمه ديال اليد العامله في كندا. الناس بعض المرات كاين اللي كتجيهم غريبه، الناس اللي عايشين في كندا ومتبعين هاد الاجراءات ومتبعين هاد الامور اللي كتحصل في كندا، راه كاين واحد الازمه ديال اليد العامله. شوفوا على الشاشه، هذه راه كتثبت في القنوات الرسميه، ماشي في تيك توك ولا في الانستغرام والفيسبوك، القنوات الرسميه الكنديه احصائيات. كاينين مناطق اضطروا حتى بعد المستشفيات في غاتينو، الناس اللي كيعرفوا كندا هنا شويه في الويست، اضطروا يغلقوا لي زيرجونس ديالهم، خلاو دوك الناس اللي عندهم لي زومبيلونس ديالهم حولوهم سيارات الاسعاف، ما بقاوش كيخلوهم يجيو عندهم لهذا المستشفى. علاش؟ نقص في اليد العامله. في لافال كاين مشكل في واحد السيتي دو لا سونتي، الناس اللي كيعرفوا هنا وعارفين هنا في كندا كاين نقص في اليد العامله، ما صحه كيفاش غنسموها البافيون ديال الولاده عندهم نقص. الشيء راه خطير بالنسبه لكم نتوما عادي، ولكن بالنسبه لهم هنا راه ماشي عندهم نقص في التجهيزات، نقص في اليد العامله، ممرضات وهذا كمثال. كاينين مطاعم، كاينين الناس اللي كيخدموا في الفلاحه، الناس كيخدموا في السياحه، كاين نقص كبير وخاصه في المناطق. لا ابالغ، راه قلت لكم غادي يضربوا حيط، سوف يضربون حائط. علاش؟ سيرتو كيبيك، لانك يحاول ينقص من باغي كيعطل اجراءات ديال المهاجرون، ما بغاش يقتنع ان راه الحل هو المهاجرون، ضد الحكومه الفيدراليه، حتى ان راه الناس هنا كاينين كيطلبوا الحكومه الكيبيكيه لاول مره هنا، ولي باترونا كيطلبوا من الحكومه الفيدراليه تسريع لي بيرمي طرافاي، تصاريح العمل، فعود ما ياخذ 6 شهور ولا 8 شهور ياخذ 3 شهور سريع. علاش؟ قلت لكم راه المزيد جاي قادم، هذه راه طلب ديال الحكومه الكيبيكيه الحكومه الفيدراليه، حيت لي بيرمي طرافاي كياخذوا وقت بعض المرات 6 شهور 8 شهور. قالوا لهم راه ما يمكنش الحل، هما خصهم يدخلوا في اسرع ما يمكن، اسرع ما يمكن يعني 3 شهور وما تحت. لهذا غادي ندخل معكم موضوع جوج الحوايج، وكاين واحد الفئه ديال الناس، خبر وبشره ساره للناس، هذه الفئه ديال العمال الاساتذه والتعليم، كاين نقص كبير وحطوا دي زوفر دومبلوا عروض عمل. ندخلوا الموضوع، اول حاجه ديستيناسيون كندا، هي موبيليتي. الناس ديال السنه ديال 2020 كنظنوا نتابع راه الناس المشتركين حصلوا على عقود عمل من هاد ديستيناسيون كندا، لانك طلب منك جوج الحوايج، العقود التجربه ديالك، التجربه ديبلوم، التتواصل باللغه، كاين شي وحدين كيطلبوا لك اختبار اللغه سي فري، الفك الشروط والقاء فك المشغل الشرط. هاد ديستيناسيون كندا ما فيهاش لو ام تي، ما فيهاش داك الشرط، خصو تي لو ام تي راه كتعرفوه، يعني خص يكون ما لقاوش عقد عمل بالنسبه لشي مواطن في كندا عافش يعطوه الاجنبي. هادي نو، عندهم ليكزونوراسيون، عندهم ليكسومبسيون، يعني عندهم اعفاء
مباشره كيعطيك العقد العمل ما كيدوش من الاجراء. هادشي اش كنشجعكم عليها. لكم المشوار الاول اللي خصكم تعملوه ديستيناسيون كندا مهم، كيف كتشوفوا على الشاشه كاينين طرق باش كتسجلوا، راجعوا الحلقات السابقه باش كتسجل مباشره لتحصل على عقد عمل. طريقه من اسهل الطرق اللي ما فيهاش لو ام تي، فيها اعفاء من داك الشرط ديال لو ام تي. الناس اللي ما كتعرفش شنو هو لو ام تي، هو ان خاص المشغل باترون مول الشركه مول المطعم بونابورس حتى ما كيلقاش كيعلن على داك المنصب كيف غنقولوا الوظيفه، لما لقاش مواطن ولا مقيم كندي عمش كيعطي الاجنبي، كاين اجراء خصو ياخذ واحد لوتوريزاسيون بلا بلا بلا. هذه ما فيهاش، في اعفاء فيها مباشره كيعطوكم عقود العمل. ندخل الموضوع الثاني مهم بالنسبه للرجال، التعليم. دي زوفر دومبلوا، عروض عمل كبيره جدا موجوده. كاين نقص في يمكن غير ديال رجال التعليم، اسكاتور ويسيتا بيداغوغ بونابورس جميع الميادين. كاين في البرتا في كولومبيا، هادي كلهم كيبحثوا، هادي كيف تشوفوا على الشاشه داروا الاعلان ان عندهم نقص في اليد العامله في ديال رجال التعليم في جميع المقاطعات. ادخلوا كل مقاطعه شوفوا، انا كنشجعكم مقاطعات خارج كيبيك، هادي كنصيحه نتوما كيبقى لكم حريه الاختيار. ممكن تعمل حتى ليفارياسيون ريكونيسونس ديال الدبلوم ديالك، شوفوا بينغي دونسينمون باش ما نطولش عليكم، لان الشيء انا قريته وعرفتو بالنسبه لكم نتوما ما تعرفوه، ها هو قراو باش عرفوا بينغي. بالنسبه للناس اللي ما كيتكلموش فرنسيه، يعني نقص حاد في رجال التعليم هنا بكندا، باغي الناس خارج كندا. وكيف تطرقت لهذه الحلقه بحال اونتاريو وغيرهم، لا قبلوا الملف ديالك انت رجل تعليم، راه كيديروا لك تكوين هنا داخل كندا في مراكز خاصه تابعه للجامعه باش كيعطوك كتولي استاذ ولا معلم ولا بونابارت، حيت هنا هادو مهن مقننه، ماشي تجي من المغرب ولا تجي من مصر ولا السودان ولا اي بلد وتدخل هنا غادي تولي معلم والاستاذ، نو خصك واحد التكوين وخصك ان بيرمي، هادي دي ميتي ريغلمونتي. هما هاد الجامعات ملي كيقبلوك هما كيكونوك وكيعطوك هذاك لو بيرمي باش كتاكزيرسي كتمارس المهنه ديالك، مهنه محترمه جدا هنا. وراه الناس كتبدا ب 50 60 الف دولار وما فوق في السنه، كاينين مقاطعات كيوصلوا حتى 70 الف دولار، راك صافا بيان بمقارنه مع كويزيني راه كيبدا ب 35 ميل دولار، 30 ميل دولار، 35 ميل، 35 الف دولار، 30 الف دولار كويزيني ولا بونابورت شي فور تاكسي ولا مهن يعني ولا عامل في شي مونتاج شي شركه شي هكا. استاذ راه كتبدا ب 50 60 الف دولار معلم استاذ، سا ديبون شنو الدرجات ديالك، يعني راه كتبدا حياه جميله بمعنى الكلمه. غادي نخلي لكم هذا في الرابط دائما، غتقول لي لي زوفر دومبلو راه كاينين كلهم كيف شفتوهم في اوفر دومبلو اون ايديكاسيون، ها هو ما تسرعوش، هادو راه دائما مطلوبين بحال البرتون كليكيو عليها، ها هي شوفوها كونسيي سكولير سونتر اس، ملي كتسمعوا كونسيي اسمعوا ليا حيت كاين كونسيي سكولير اي توسا ارغو ثيرابيوت، ها هو الناس اللي كاينين عندهم هاد ليميسيون دي اند ليميسيون لي ميسي ديالهم وداكشي ممكن تقدموا نوفيل ايكاس اونتاريو. هادو كلهم ملي كتكليكي عليهم كتدخلوا كتشوفوا اش طالبين اش عندهم، ها هي كلهم بيرسونال موبيليزاسيون بيرسونال تكنولوجي د لافورماسيون ديريكسيون كارس سوبيريور. شوف انت الدبلوم ديالك، شوف انتوما شنو هو الكانديدا انترناسيونال، بون كونسيير سي سا سكولير، هذا راه كونسيير سكولير يعني كيكون عندك ان ديك بلس ليكسبيريونس، ان ديك هي باكالوريا بلس 2، ما سمعوش كونسيير سا ديبون. بون سوتيان ادمنستراتيف شي كله كارير، غادي نخلي لكم الرابط ديالو، دخلوا المقاطعه اللي بغيتو فوتو كيبيك، نقول لكم صراحة اللي بغى كيبيك بون شونس باش تسرعوا، حيت المقاطعة الإنجليزية كيسرعوا في هاد الأمور هادي وأبليكيو يكون نموذج السيرة ديالكم، بلا ما نعاود نفس الكلام عن الطريقة الكندية لاليت بريزونطاسيون موتيفاسيون فرونسي أو بالإنجليزية أو بالفرنسية. وكنتمنى لكم التوفيق، أسرعوا مخسرتو والو. كاينة أزمة يد عاملة في كندا، قلتها من بداية السنة، عالم ما قبل كورونا ماشي هو عالم ما بعد الكورونا، وغادي تشوفوا وراه كتشوفوا اش كيوقع في العالم حاليا، تغيرات جيوسياسية اقتصادية في الدول كتغير الاقتصاد ديالها، شي كيطلع شي كيهبط، راه حتى كندا واخا اقتصاد قوي راه عندهم مشكل ديال اليد العاملة، دائما كاينين ديفاي راه كتفهموها بالفرنسية، كاينين أمور دي بوان فابل.
شكرا لكم، ما تنسوش تدعموا القناة، تشاركوا، وإلى اللقاء.